إننا نعيش عصر الإعلام السريع ونشهد تقدمه المتلاحق في جميع المجالات، وإن ذلك لا يزيدنا يقيناً بأن الإعلام الجاد وسيلة لبناء نهضة قوية مزدهرة. ومن هذا المنطلق، فإن وزارة التعليم العالي أولت جهدها في إرساء دائرة الإعلام لتكون الواجهة التعريفية لها، والمركز الحيوي الذي يعمل ليل نهار، حيث تؤدي ثلاثة أدوار رئيسة: المعرفة والتواصل والشراكة. تضم الدائرة ثلاثة أقسام رئيسة: قسم المطبوعات والنشر الإلكتروني، قسم الصحافة والفعاليات، وقسم الإعلام المرئي والمسموع. في الصحافة والفعاليات يتنفس ملحق رؤى المعلومات الجديدة والواضحة والمهمة، وهو مساحة للأخبار الدورية والتحقيقات الصحفية والمقالات والدراسات، ويشكل أرضاً خصبة للتواصل الاجتماعي بين الطلبة والوزارة. أما في الإعلام المرئي والمسموع فكانت النقلة إلى برامج مختلفة الألوان والأشكال، كالبرامج الحوارية والشبابية الحديثة، باستخدام طرق عرض جديدة وأدوات ذات جودة عالية، وفي أماكن مخصصة للإنتاج الفني، وهكذا تعددت جماهيرنا. هذا هو الفضاء الذي نعيشه في الآونة الأخيرة، وبدأ يتوسع ويتوسع ويتوسع. يتمثل في مواقع التواصل الاجتماعية والتخاطب مع الجمهور، ليكون مساحة للتعبير عن الآراء ووجهات النظر بمصطلحات جديدة، تغريدة أو منشور أو منشن أو هاشتاج. ولكي نكمل بعضنا البعض، أنشأنا قنوات تواصلنا على اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وإنستغرام، لكن بضغطة زر منكم على الصفحة مباشرة هذا الرقم سيتغير، وهذا وهذا وهذا. إذن هذا التفاعل يجمعنا كلنا لتحقيق تعليم عال ذي جودة عالية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في وطننا الغالي عمان.